الله الله. واش راك عامل عليه لاباس؟ الله يبارك لك مع يونس. الحمد لله. بعد تصلوا المغرب ان شاء الله. ان شاء الله نروحوا نصلوا المغرب. ربي يقبل. لا عامل عليه. مازلنا هنا. واش تقول لهم؟ واش تقول لهم؟ اخر كلمه. اخر كلمه الله يسترهم. باقي يستاهلوا على الجزائر وما يحبهاش. الله يديه الواد. يعطيك الصحة. اسمع ان شاء الله نهبطوك البلاد تهبط كي يحلوا الحدود. ها؟ لا عمي. ها؟ ما يحبش الجزائري ما تخبش. يونس طلع في روحك. السلام عليكم. تحية الجزائر. تحية الجزائر ونحيانا بالذات. اي والله. تعيش 150 سنة. ان شاء الله يا ربي يعطيك الصحة. الجزائر. يا سلام. يا سلام. والرئيس والرئيس. السلام عليكم. صح صح عاودة. لا 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 الله يبارك. اوه عمي علي هذا ونكمل المسجد ما شاء الله. يا عمي ارواح ارواح. ارواح ايه جيتوا معايا ايه وين جيتوا معايا الجماعه ذكي ذكي لا لا مش مقاصر ايه قول عمي علي الله يبارك هاو يصلي ما شاء الله ايه علي كيف يونس خويا احكي لي جيتوا الجماعه وداخلي لداخل ايه عطيت له كرسي وتاع الحيط رقد ما تبغيش ترقد لا 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 عيا عيا لا يكون لك الدوخه عندي الدوخه عمي علي واصلك داك انا عم بالي راح يتوفل دخل لا 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 يبارك مزال صغير او يجري او يجري عمي علي هاك طيح ما تجريش مزال الحمد لله عمي علي تهلا في روحك امين خويا يونس بارك الله فيك امين ورب العالمين تهلا بعضكم ها سلام السلام عليكم